السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في شهوة جديدة. والشهوة ديال هذا النهار هي حليوة سهلة مهلة، كتوجد في 10 ديال الدقائق وكتجي كتدوب في الفم، والمكونات ديالها بسيطة. اذا نبداو بالمقادير. غادي نحتاجوا لهذه الحليوة 140 غرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ، 250 غرام ديال الطحين، 70 غرام ديال السكر سنيدة، جوج أصفر بيض، خمارة حمراء ونص خمارة بيضاء أو لا فاني. والزين هادي نحتاجو اللوز كونكاسي وصلصة الكراميل اللي سبق لي وحطيت في فيديو سابق. إذا نبدأ على بركة الله. هادي نحطو الزبدة ديالنا في الإناء اللي هادي نشغلو فيه. تلاحظوا ان الزبدة راها رطبة، خرجتها من قبل من الثلاجة. غادي نزيد عليها السكر سنيدة وداك نص فانيا. غادي نخدم هاد الخليط مزيان باش يتجانس وتذوب داك سنيدة في الزبدة. دابا من بعد ما حسيت بديك سنيدة اندمجت هي والزبدة، كنزيد جوج ديال اصفر البيض. انا هنا صوبت واحد الحلوة بابيض البيض فقط وبقى لي هاد اصفر البيض، اذا فكرت انا نصوب به هاد الحليوة اللي كتجي حتى هي لذيذة. ودابا غادي نبداو نضيفو الدقيق تدريجيا. غادي نزيدو معاه واحد القبيصة ديال الملح والخمارة الحمراء. في هذه المرحلة كنخدم بيدي باش كنتحكم في العجين جيدا، وكنبقى كنخلط حتى كنحصل على عجين متماسك ما يكونش قاصح وما تكونش شارية. من بعد كنبدا كنشكل العجين ديالي على شكل دوائر. هنا انا فضلت نديرهم دوائر كامل العجين كله، عاد نبدا في وضع اللوز المهروس، هكا كتجيني اسهل. دابا كنبدا كنفند داك الكويرات ديالي في اللوز الكونكاسي. وهنا نصيحه، الا بغيتو داك اللوز ما يبقى لاصق وما يطيرش، فندوا الكويره في ابيض البيض اولا وعاد ديروا في اللوز الكونكاسي. انا كان عندي اصفر البيض بكميات وافره وباغا نتخلص منه، داكشي علاش ما استعملتش ابيض البيض. من بعد ما ساليت الحلوه ديالي كناخد واحد اللي عندكم وشعود او لا معلقه او لا، المهم انني خصني ندير واحد ثقب في وسط هاد الحلوه بهذه الطريقه، وكندخل الحلوه ديالي الفران متوسط الحراره. وهذه هي النتيجه من بعد ما كيخرج. وفي الاخير من اجل الزين كنعمر داك الحفر ديالي بصلصه الكراميل. وهنا لكم الاختيار، الا عندكم كونفيتور اولا تخلطوا العسل مع الناباج ولا مع الجليكوز وديروا له شي نكهه. وها هي الحلوه ديالي واجده، كتجي هشيشه بزاف، سهله كما شفتوا وبصحه وراحه.